الرئيس صدام حسين يتحدث عن الأفعال التخريبية لإيران في العراق، وكيف كانت تطلب من ذيولها العبث بممتلكات الشعب العراقي لغرض إضعاف العراق في وقت الحصار. تنقل خارج الحدود فيفرغ العراق من أي إمكانية للحياة، فهل هذا من مصلحة شعبنا في كردستان؟ لا سيدي، مو من مصلحته، لأنه هو لو من مصلحته بعيننا، يعني احنا شعبنا عيننا نطيقها، مو فلان شيء وفلان شيء وفلان شيء. الله يسلمك. يعني سواء شعبنا في البصرة أو شعبنا في السليمانية أو شعبنا في الأنبار، علينا شعبنا واحد، وظل الدرجات على المستوى الفردي، فلان ابن فلان فلان ابن فلان، هي بالأعمال، هذه هي الدرجة سيدي، وعليه أمانة. فلذلك يعني هالموضوع هذا مهم. إذا وزارة التجارة تنطي يعني كميات من الأغذية والاحتياجات الأخرى، ومسجل عندها، وأظن وزير التجارة سبق أن أعلن عن هذا بالأرقام، يعني قد لا تكون بالكمية المطلوبة، لكن هذه هي الإمكانية ضمن الظرف الرائع. لكن هل هاي الكمية تصل للمواطن الفقير؟ لا تصل. إذن احنا مضطرين انه ما نسمح لهذا الميكروفون يروح، لانه هذا الميكروفون ما راح يعطى للشعب الكردي، وانما راح يعبر عبور ويروح الى ايران، يباع هناك بثمن بخس، القصد منه التخريب. وصلوا الامور، ايران تطلب حسب ما سمعت، يعني ما ادري الكلام الى اي حد دقيق، انه تطلب جام مكسر، صحيح هذا الكلام؟ شنو معنى انه من تطلب ايران جام مكسر تشتريه؟ معنى انه كسر الجام مال المدارس والمستشفيات والممتلكات الحكومية. شوف مستوى الخسة لوين وصل. لما الامور للتخريب بلدنا تصل الى هذا الحد، مضطرين احنا نتعامل وفق ضوابط معينة على المنطقة اللي ما موجودة بها الدولة، وإلا بعدين بغدادكم نفسها تصبح مخربة. فمضطرين المكانات اللي هي الدولة بها قادرة على أن تستخدم الغرض للشعب أن نحافظ عليها، لأنه من تنتقل إلى المكان اللي سيطرة الدولة غير موجودة تروح. فإذا من جملة المسائل اللي لازم كل واحد منكم يفكر بها، شلون نقدر، أنا طبعا من هذا الاجتماع يعني تكونت عندي أفكار محددة، يعني راح أحاول أدرسها دراسة متعمقة وأشوف إيش نقدر نعالج. لكن أيضا أنتم أخواني مطلوب منكم ان تفكرون انه شلون نحافظ على ممتلكاتنا، في نفس الوقت شلون تروح ممتلكاتنا اللي يريد نوصلها الى شعبنا في السليمانية او في اربيل او في دهوك او في اي مكان اخر، شلون نضمن وصولها فعلا واستخدامها من الشعب، مو تروح بالطريق نبعثها وبالطريق تروح الى اليمين او الى اليسار، واللي يصل منها يجوز هو فقط الشيء اليسير جدا اللي ينطي جانب من الشكل، تستمر العملية التخريبية بالاتصال. استمر. العفو.